لا تغلط علينا، فهمت؟ إن الله يصلحك ويهديك. عيب الكلمة هذه اللي قلتها ترى. الله يصلحك. لا أنت تقول الحين مزح، لا ما مزح. امزح في أي حاجة إلا الغلط، لا تمزح فيه. هاي الله يرضى عليك، لا تعيده. لا ماني معصبة والله، والله بالعكس أنا تاني، لكن الكلمة اللي قالها خلي الواحد يزعل. شو بيقرأ كلمتي فوق. لا 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 تكتم، لا تكتم. يمكن ما يدري، قالها أكيد ما يدري. ترى بعض الكلام، شوف أنا يهمني الاحترام ويهمني الكلمة، لا تغلطون. ولا تحاولوا انكم تجيبون كلام من هنا ولا من عيب، عيب. يلا تفضلي. كملي هرجتك. صح، أنا أشوف دائما أن الاحترام أهم من الحب، تدرون؟ يعني مثلا يا اختي خلي احب على جنب، كملي اهرجك، خلي احب الحين تجيب احب احب هنا. جدي ايش كنا نقول؟ اي نرجع لموضوع عصيرات زمان. عندك عصير الجواهر الثلاثة، أقسم بالله طعمه لحد الآن ترى طعمه جميل والله. صح انه مغير الديزاين حق العلبة، بس لا زال الطعم جميل 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 جميل. ايوه شني؟ عصير الجواهر الثلاثة ما حلوطة؟ تعرفينه؟ لا لا ايوه لا عرفت، الحين كبروا هذا، الحين كبر كان كبر صغير وغدا الحين طول. وغدا ب3 ريال. لا كلها على هذه، كل شيء غلط والله، حتى كل شيء، كل شيء غلى. عارفين ليش؟ انا اقول لا، ما كل شيء عندك عندك القيمة، الضريبة اللي فرضت على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة 100% والدخان 100%. يعني اللي كان ب5 صار ب10، اللي كان ب8 صار ب18 أو 19، عرفتوا؟ ففرضت الضرائب على المشروبات الغازية 100%، هي والمشروبات الطاقة والدخان. بالنسبة للعصيرات العادية سانتوب ومدري إيش، القيمة المضافة اللي ضيفت عليها أو الضريبة نص السعر. مثلا خلينا نقول سانتوب كان بريال، الآن مثلا صار بريال ونص، عرفتوا؟ وهكذا. ليه؟ بحكم انها مضرة، يعني قالوا نرفع الضريبة عشان صحة ال شو اسمه، صحة المواطن، عرفتي يا لطوف؟ نعم. فوش كنا نقول؟ ايه بقول لك شيء مهم. ايه تعالي بقول لك عشان كذا هات المهم، انا ابغى المهم. المهم. ايوه الحين اول الحين 50 ريال ترى ما عاد يمد بها، 100 ريال ما عاد يمد بها، عرفتي؟ ففي حركة حلوة، تكنيك حلو عجبني. هات إذا جت تخفيضات الماجد أحيانا يجيك 50%، تمام؟ يعني تلقين يعني الحين تدفعين 50 ريال واحدة فشلة، ما تمد فيها. الآن في علب بخور وعطور خلاص توصل على 50 ريال فقط. اشتري لك، خلينا نقول اشتري لك 10 هدايا وخليها عندك في الدولاب مع اكياسها، مع اكياسها رايحة بتوجبين، جاك احد وحدة تستحين منها، تطلعين العطر او علبة البخور تحطينها في ذا الكيس الكشخة، وهي اساسا في 50 ريال، عرفتي؟ احسن من موضوع الميات ايوه هذه عارف اللي عارف، شغلة. في عندي بسويها انا. طيب انا بسويها، قد سويتوها مره، هبيت بخور ب75 يبيعونه واحد، صح؟ ايه ب 76 ريال بخور محلاه، يجيك احيانا كبير الاثنين تصف. بالنص، كان مدري كم. ايوه استني استني، هبيته هني وكومته، جينا بناتي مدري فين، فرحت انا، جينا بناتي شافوا بخور نقص عليهن، قام احتار، يعرفون ان انا دائما راعيه بخور، راعيه عوده، راعيه عطور، ما فتحوا الدولاب وخرجوه في عادي بذيك شقتي، وين حاجتي؟ قالت يما سامحيني انا اخذت من عندك دي، قالت الثاني وانا اخذت من عندي، قالت والثالثه، قلنا كلها بحت. ما ينفع معي انا لويتك، ما ينفع معي، ما ينفع معي الحليب السعوديه، بسكوت هلا ما حد يقرب، هاي الطلاق ما حد. فارس لو ترسل علامة تيك توك ترى تطلع حلوة، لأن علامة التيك توك ترفع البث، فهمت والله ما علي؟ حد يقرب. يقعد كمان صدي ما خلاص اخذ تفيد. الكيلو شوفي ولا قروش نايف هذا فولتون في ظرف كذي ولا هبه
يعني ها كم عمرك؟ أما عمري واحدة والله في النادر 23. في واحدة يونس أقول لك، في واحدة إحنا زرناها سوتها بنت بيتها عودية، وانا صراحه ذاك اليوم ما عندي قروش نوصل. طيب ايش فيهم السوريين؟ انا قروش قال اخواتي يا اخي هبلون السوريين ولك ولك وشوني. قالت انا باخذ طقم صحون كبار وعادي، والثالثه قالت انا بمد لها قروش اشتي، وقالت الثالثه انا بهب ورد وفيها قروش كذي ومدري شنو. عندنا كل واحده 30. اللي تبي كم تبي عمري انت بس؟ قلت انا